الهدف من هذه الدورة الذي يلتحق بها 15 متدرب هو تدريب وتأهيل هؤلاء الصم في مجال الألمنيوم لاكتساب حرفة مهنية تؤهلهم على اكتساب لقمة العيش، حد من حالة الفقر والعوز، واعتمادهم على أنفسهم بشكل أساسي. هذا المشروع يمول من منظمة الهجرة الدولية ومركز الملك سلمان ومؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية بحضرموت.